الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الأنجينا اللي هو الكورناري هارت ديزيز أو الإسكيميك هارت ديزيز. عموما يعني الموضوع ده هفكركم بس بآية كده من آيات القرآن. كان في آية اللي هي اتذكرت في معركة الأحزاب لو فاكرين، اللي هو كان صراحة مش فاكرة السورة قوي، بس هو كان فيها وبلغت القلوب الحناجر. كان الآية اللي هو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. سبحان الله، احنا أكيد إن شاء الله يعني اللي بيسمعوني خدوا أنجاينا، يعني ذكروا الأنجاينا، فعارفين إن الأنجاينا البين بيوصل للجو، يعني بيكون في الحنجرة بالظبط. فسبحان الله، يعني دي حاجة من الحاجات اللي تشدنا ان احنا نروح نقرأ القرآن كده ونستلذ بمعانيه ونعرف بجد ان دي معجزة وجاي من عند الخالق، تمام؟ مش من كلام بشر، مش كلام بشر، مفيش بشر هيكون عارف حاجة زي كده. فسبحان الله يعني. وكان برضو كان في آية جميلة برضو، كانت تقريبا في سورة الأنعام، في آخر الأنعام تقريبا، كان الآية بتقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فسبحان الله، إحنا لما هنروح نشوف الريسك فاكتور بتاعت الانجينا هنلاقي ان من الريسك فاكتور بتاعتها ان اللي هو الهاي امبليتيود، ان العيان اما بيطلع في حته مرتفعه بيزيد الوجع عليه لنتيجة نقص الاكسجين. فسبحان الله، يعني دي برضو من الحاجات اللي تخلينا ان احنا نروح نقرا في القران ونستلذ بالمعاني بتاعته، مش اللي هو نقرا اللي هو كده بتقرا وخلاص انت اصلا مشغل لسانك بس مش مشغل عقلك خالص. لا بجد القرآن دي من الحاجات الجميلة اللي لو انتم ما بتعملوهاش، لو احنا يعني اصلا عموما ما بنعملهاش في يومنا، فبجد اليوم ده بيكون يعني ملهوش معنى. ماشي، نخش في موضوعنا الكورونري هارت ديزيز. زي ما احنا عارفين، عذرا، الكورونري هارت ديزيز احنا بقى كلنا مذكرين ان شاء الله المحاضرة، ف هنقرأ بسرعة كده. في الأول البلاد سبلاي بتاع الهارت، تمام؟ البلاد سبلاي اللي هو ان احنا عندنا الليفت مين كورونري والرايت مين كورونري، وان الليفت ده بيديني ايه؟ بيديني اللي هو الانتيرو ديسندنج والسيركمفلكس، تمام؟ ناخد بالنا ان الانتيرو ديسندنج ده بيديني ايه؟ بيديني برانشات بتسبلاي مين اللي هو الانترفنتريكولار سيبتم، وان الليفت سيركمفلكس ده هو اللي بيرجع لورا كده، تمام؟ عشان يانستموز مع مين؟ مع الرايت كورونري مين ارتري، تمام؟ والرايت كورونري ده هو بيطلع من الأورطة، تمام، وبيروح راجع لورا، فبيديني ورا اللي هو الوستير ديسندنج وبيانستموز مع السيركم من فليكس، تمام. عندنا بقى الأسباب بتاعت الكورناري أرتري ديزيز. احنا اصلا في موضوع الاسكيميك هارت ديزيز، الاسكيميك هارت ديزيز دي أسبابها ايه؟ زي ما كان دكتور الشافع الله يبارك له كان بيقول لنا ان الاسكيميك هارت ديزيز دي يا سببها ان البلد فيزل فيها مشكلة، اللي هو الكورونري ارتري يعني فيه مشكلة، او ان البلد ذات نفسه هو اللي فيه مشكلة، الكواليتي بتاعته مش كويسة، او ان الحاجة اللي هو العضلة بقت محتاجة اكتر، اللي هو الميوكارديا محتاج اكتر لزيادة الديموند، تمام. فالكورونري ارتري ديزيز دي اللي هنقولها دلوقتي بيقسموها 2 2 2 2 الكواليتي، نقص الكواليتي نتيجة مثلا انيميا، ميسموجلوبونيميا، هايبوكسيا، سي او بي دي اللي هي الحاجات دي، تمام. زيادة الديموند بتاعة العضلة، ان العضلة كبرت نتيجة مثلا هايبرتروفي دايلاتيشن اللي هي الحاجات دي، تمام. فاحنا عندنا اللي هو الاسباب الكورونري ارتري ديزيز زي ما قلنا بقى اللي هما 2 2 2 2 في ايه؟ انا عندي ادل بلاد فيزل، تمام، هنقول حاجتين في الاوسيوم في الفتحة، تمام، وحاجتين في الاندوثيليوم من جوه، وحاجتين في الوول ذات نفسه، وحاجتين في الليوم، تمام. حاجتين في الاوسيوم، ان الاوسيوم فتحة الكورناري ارتري فيها كونجنتال انوميليس، او حصل فيها مشكلة نتيجة السيفلس، تمام. يبقى انا عندي اما كونجنتال انوميليس اللي هو ابنورمال اوريجين اوف الليفت كورناري فروم البلمونري ارتري، ان هو مش طالع من الاورطة، لا ده هو طالع من البلمونري، فدي مصيبة. تاني حاجة ان هو في كورناري اوستيال ناروينج نتيجة
السيفلس دي حاجة من الحاجات اللي بتتعمل مع السيفلس، وإن شاء الله يعني دلوقتي تكون اختفت نتيجة إن السيفلس الحمد لله ما عادش موجود قوي. تمام. تاني حاجة إن هو يكون المشكلة فين؟ في اليومن، في قصدي في اليومن أيوان، اللي هو ثرومبوزس إمبوليزم اللي هي الحاجات دي رقم 6. تمام. ممكن تكون المشكلة في الإندو في الإندو في الإن في ال في الاندوثيليوم. تمام. اللي هو مثلا اثيروسكلروزيس فاسكولايتس. تمام. اثيروسكلروزيس وده اشهر سبب فاسكولايتس اللي هو ارترايتس نتيجه مثلا سيستميك لوبس بولار ارترايتس نودوزا الكوازاكي التقيازو اللي هي الحاجات دي. تمام. او ممكن تكون مشكله وول، الوول بتاع العضله اللي هي المصل السموث مصل بتاعه البلاد فيزل هي اللي فيها مشكله، ان فيها ايه مثلا فيها ديسكشن. تمام. فيها انوريزم، فيها حصل فيها سبازم. ومن اشهر الكورونري سبازم مين؟ اللي هو البرينز ميتال انجينا اللي احنا عارفينها. تمام. في بقى هنا الحته الزياده عن الكتاب بتاعنا، هي مش زياده قوي، هو الدكتور كان قالها برضو، اللي هو حاجه اسمها سندروم اكس او اللي بيسموه المايكرو فاسكولار انجينا. هي موجوده في الاسباب ماشي في الكتاب يعني، بس مش موجوده بالتفصيل قوي. المهم يعني دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ان انا عندي زي ما احنا عارفين ان الكورونري ارتري اما هيجي يغذي العضله يغذي يعني الهارت، فهو هيغذيه ازاي؟ احنا عندنا الهارت من بره لجوه كده بريكارديوم ثم مايوكارديوم ثم اندوكارديوم، فهو البلاد فيزل هنا كده ماشي، فهيروح مفرع مفرع تفرعات مفرع تفرعات لحد ما توصل للايه اللي هي الشعيرات الصغيره. فالعيانين دول وغالبا ان هم بيكونوا فيميل يعني بيكون عندها مشكله في الشعيرات الصغيره دي، بيكون مايكرو فاسكولار انجينا دي مسدوده، فعشان كده علاجها بيكون صعب واكتشافها بيكون اصعب. وما بتكتشفش اصلا الا بالانجيوغرافي بس اللي هو بالاشعاع بالاشعاع النووي ده اللي هو اللي بتاع السليم السليم. تمام. فدي عباره عن بري ارتريولر اند ارتريولر انترا والانترا مايوكارديال كابيلاري فيزل انجينا. يعني متخيلين بتحصل في البري ارتريولر والارتريولر والكابيلاري، يعني حاجه كده مش هعرف اعالجها. انا لا هعرف اعالجها بالبي تي سي ولا اللي هي الجافت والحاجات دي، العلاج مش هيجيب قوي، ممكن يجيب بس مش هيجيب قوي. تمام. فدي يعني من الحاجات بتاعت من اسباب يعني الكورونري ارتري ديزيز بتحصل مور كومن في الفيميل، هي اصلا ما بتحصلش يعني الا في الفيميل، وهي عباره عن ابنورمال كونستريكشن او فيلر اوف النورمال دايليتيشن اوف الكورونري ريزيستنس ايه فيزل. جميل قوي. احنا قلنا اشهر سبب للكورونري ارتري ديزيز هو كورونري اثري اسكلروزس، وده عباره عن ارتريال ديزيز بيتميز بيه ان بيحصل سيكنج نتيجه ايه لوكاليزد باتشي ديبوزيشن اوف الليبيد خاصه الكوليسترول. زي ما احنا عارفين ان الاثري اسكلروزس ده بيحصل ازاي، ان انا عندي الكوليسترول بيكون مثلا عالي في الدم. تمام. والكوليسترول مش اي كوليسترول، ده اللي هو ال دي ال وال ال دي ال ده هو المصيبه. الاتش دي ال حلو، هو ايه الفرق بين ال دي ال واتش دي ال برضو عشان نكون فاهمين؟ ال دي ال ده اسمه لو دينستي لايبوبروتين. يعني ايه لو دينستي لايبوبروتين؟ يعني هو الكوليسترول ما بيمسكش في اللايبوبروتين اللي هو لو دينستي ما بيمسكش فيه. تمام. فعشان كده هو بيكون هارمفول، بيكون وحش. تمام. ليه؟ لان هو دلوقتي هنشوف ان هو بيروح ايه يدخل تحت الاندوثيليوم بتاعه البلاد فيزل. تمام. بيدخل تحت الاندوثيليوم ويقعد فيها، فتيجي مين؟ تيجي الماكروفاج لانها لقت حاجه غريبه اللي هي المونوسايت يعني اللي في البلد، تخش وتروح بلع الايه ال ال دي ال دون عشان تتخلص منه عشان ما يعملش انجري للاندوثيليوم. ولكن المشكله في كده ان المونوسايت دي هتروح مطلعه سيتوكاين وهتروح محفزه الاندوثيليوم ان هو يبرولايفريت، وتروح محفزه المايوثيليوم قصدي المايوكارديوم اللي هو السموث مسل يعني اللي تحتها ان هي تبرولايفريت عشان ايه؟ عشان يحاوطوا الحته دي. فنتيجه كده ان هم هيعملوا لي ايه؟ هيضيقوا لي البلاد فيزل، هيضيقوا لي اليومن بتاعه، فيعملوا لي ايه؟ الكورونري ارتري ديزيز. تمام. اما الاتش دي ال فده حلو، ليه؟ لان هو هاي دينستي، يعني الكوليسترول ده بيروح يمسك في اللايبوبروتين لانه له هاي دينستي له. تمام. تمام. يبقى انا لما الاقي في جسم واحد ال دي ال عالي والاتش دي ال قليل يبقى ده مصيبه، لكن الاتش دي ال هو العالي يبقى ده حلو جدا لان ده كوليسترول ماسك مش كوليسترول فري. الريسك فاكتور هما نفس الكتاب موديفايبل ونون موديفايبل. تمام. هنزود بس في الموديفايبل الحاجات اللي انا اقدر اعدلها اللي هو حاجه اسمها اثيروجينيك دايت، هي نفسها الهايبر ليبيديميك دايت بس هو مسمينها يعني اثيروجينيك. تمام. في حاجه اسمها اللي هو البري دايابيتس، وده زي ما احنا عارفين اللي هو بيكون ما قبل حدوث الدايابيتس تقريبا اللي هو الهايبر جلايسيميك ستيت. في اللي هو الهوموسيستين سيستونوريا، لو فاكرين اللي هو الهوموسيستين ده كان تبع البايو بقى والحاجات دي. في البرو ثرومبوجينيك فاكتور. تمام. والبرو انفلاماتوري فاكتور
دي برضو من الحاجات الريسك فاكتور ان الشخص يخش في ايه، في كورونري ارتري ديزيز، ما هو بروس ثرومبوجينيك ما قبل حدوث الثرومبوزس. تمام، فده برضو بيخليني عرضه ان انا اخش في ايه، في كورونري ارتري ديزيز، يعني انا على وشك ان يحصل ثرومبوزس. معنى كده ان في ناروينج قبل حدوث الثرومبوزس مثلا. تمام، البرو انفلاماتوري، ما هو ما قبل الانفلاماتوري الجامد اكيد في ايه اللي هي الرياح ما قبل العاصفه. تمام، النون موديفايبل بقى اللي هما الايدج والسكس والفاميلي هيستوري. تمام، وناخد بالنا في الفاميلي هيستوري ده ان الشخص يكون فيرست ديجري ريليتيف. يعني ايه فيرست ديجري ريليتيف؟ يعني حد مثلا عمي، خالي، حد قريب مني جدا، مش حد مثلا ابن جد جدتي ولا ابن عم مش عارفه مين، اللي هو ايه اللي وداني للفرع ده. تمام، يبقى دي الريسك فاكتور. دي بقى ازاي بتحصل؟ ان انا عندي في الاول بيحصل انيشال، قصدي في الاول بيحصل ايه، انيشال هيلينج او انجري المفروض. المهم يعني الانجري داون هيخلي ان الكوليسترول يخش فيعمل فاتي ستريك. تمام، فالفاتي ستريك داون هيخلي الماكروفاج ان هي تيجي وتعمل لي مين، اللي هو الانفلاميشن اللي هيحصل، اللي هينتهي بفايبروس بلاك، والفايبروس بلاك دي هتعمل لي ثرومبوزس وترابشر وتهيلينج، واللي هو يعمل لي كومبليكيتد يعني ايه بلاك. تمام، الكلينيكال بيكتشر بتاعه الكورونري اثيروسكلروزس ده بيعتمد على الريت اوف البروجريشن، هل هي بتبروجريس بسرعه ولا هي ببطء شويه، والافشنسي بتاعه الكولاترال، هل في كولاترال اصلا عوضت لي الانسداد اللي حصل ده ولا اصلا ما فيش كولاترال في المنطقه دي. تالت حاجه اللي هو الباترن اوف الكورونري سبلاي، يعني الجزء اللي تسد في الكورونري ده بيغذي انهي منطقه اصلا، هل بيغذي مثلا الليفت فينتريكل اللي هو اصلا مسؤول عن اللي هو يعتبر القلب اصلا، ولا مثلا بيغذي لي مثلا اتريوم، بيغذي لي السبتم اللي هو حته بسيطه. تمام، فدي الحاجات اللي بيعتمد فيها على حدوث الاسكيميك هارت ديزيز. تمام، الريت اوف البروجريشن والافشنسي والباترن اوف الكورونري سبلا. الاسكيميك هارت ديزيز بيقول لك ان دي حته ملهاش لازمه قوي يعني، بس المهم يعني ان هو بيقول لي ان البلاك اللي هتتكون دي هتعمل لي ناروينج لليومن، او ممكن انها تسد اليومن عن ظهر ابي، ان هي تعمل ناروينج لليومن، وده 50% من الحالات. تمام، و80% منهم بتظهر الكلينيكال بيكتشر ات ريست، اللي هم مين، اللي هم الانستابل انجينا لو فاكرين، والكليوجن اليومن ده ان هو اتسد خالص، فده ايه معنى كده ان البلاد فيزل دي يعني اما هتفرقع اما ان هي هتثرومبس. تمام تمام قوي. الكلينيكال برزنتيشن بتاعت الاسكيميك هارت ديزيز هي نفس الكتاب، ان هو في عندنا ممكن يكون عن اسيمتوماتيك اللي هو السايلنت انجينا، ممكن يكون بقى اللي هو الانجينا سواء الستيبل او انستيبل. تمام، وممكن يكون اللي هو اللي هم الاكيوت كورونري سيندروم اللي احنا عارفينهم اللي هو الانستيبل انجينا والاستيماي والنون استيماي مين مايوكاردال انفاركشن، او ممكن ان هو يخش في هارت، يجي بهارت فيلور. تمام، اللي هو اسكيميك كارديوميوباسي، او ممكن يجي بسالن ديس. هنزود عليهم بس ان ممكن العيان يجي ببرادي اريزميا وتاكي اريزميا. تمام، يعني هو جاي مش جاي بشست بين ولا جاي باي حاجه، هو ممكن يكون جاي بس هعمل له اي سي جي هلاقي ان هو عنده برادي اريزميا وتاكي مين اريزميا. واحنا عارفين ان الاريزميا دي عباره عن لخبطه في كهربة القلب. يعني ايه لخبطه في كهربة القلب؟ يعني حضرتك لما هتيجي تعمل له اس جي المفروض ان انا عندي ال ال الويف الواحده اللي هي البي كيو ار اس تي. تمام، المفروض بين كل ويف وويف وبين كل ويف وويف ان يكون ايه اللي هو من 2 ل3 مربعات صغيره. تمام، فالمفروض يعني وكلهم ايه قد بعض، يعني بين كل ده وده 2 ل3، فانت هتلاقي مثلا ايه مره مربع واحد، تمام، مره مربعين كده، مره اربعه، اللي هو في الريزم بقاش ريجولر، بقى الريجولر. تمام، البيت ما بقتش ايه ريجولر، سواء بقى ان هي برادي او تاكي. تمام، الستيبل انجينا، الستيبل انجينا زي ما احنا عارفين ان ده عباره عن كلينيكال سندروم نتيجه ان حصل اسكيميا في المايوكارديوم نتيجه الامبالانس اللي حصل بين المايوكارديال سبلاي والديماند بتاع مين، المايوكارديوم. تمام، والكلينيكال بيكتشر هو نفس الكتاب، تيبيكال تشيست بين بكل حذافيره، بالسايت، الراديويشن، الكاركتر، اللي هي الحاجات دي. بعد كده في حاجه اسمها الانجينال ايكويفالنت، ودي مش فاكره اتذكرت قوي بس هو الدكتور كان قالها. الانجينال ايكويفالنت دي اللي بيسموها السايلنت انجينا، بتحصل في الناس الكبار واللي عندهم دايبيتس. بتحصل فيهم ازاي يعني؟ يعني ايه اصلا دي؟ عباره عن انجينا، العيان عنده انجينا ولكن هو لا يظهر اي بين
ان تثبت ان هي انجينا، يعني مش جاي بتشيست بين اصلا، ما فيش اي يبين العين ده ممكن يكون جاي مثلا بديزنيا، عماله يفومت، عماله في تاكج مثلا كارديا وكده، ولكن العين ما فيش اي وجع خالص. فاللي هو انت بتكون باعد عن الانجينا نتيجه ان ما فيش اصلا التيبيكال تشيست بين، هو اصلا ما فيش بين خالص، تمام. ودون بتحصل في الناس الكبار واللي عندهم دايبيتس نتيجه ان الناس دي الاعصاب بتاعتهم بتكون ايه، بتكون مضروبه. طب هو اصلا احنا عارفين البين بيحصل ازاي، احنا عارفين البين بيحصل ازاي نتيجه ان انا عندي لما بيحصل اسكيميك هارت ديزيز، يعني نقص البلاد سبلاي اللي رايح للعضله، تمام. فالعضله دي هتحتاج ان هي تعتمد على حاجه تانية بدل الايروبيك ميتابوليزم، ان هي هتعتمد على الان ايروبيك ميتابوليزم، فهتطلع لي مين؟ اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد دون ايه، هيروح يستثير النيرف اندينجس اللي بتسبلاي الكروناري، واللي هي اصلا بتكون مسمعه من تي 1 لتي 4، عشان كده العين ده بيجي بتيبيكال تشيست بين، وجع هنا على صدره بتقل وكده، تمام. فالناس الكبار دول بيكون عندهم اصلا الاعصاب دي مضروبه، النيرف اندينجس دي بيكون مضروبه، والناس اللي هم عندهم دايبيتس بيكون عندهم اصلا بريفرال نيوروباثي، فبتكون مضروبه. عشان كده هم هيقولي بديزنيا، نوزيا، فاتيج، فينتنس، ولكن هم لا يمكن ان هم يجوا بتيبيكال تشيست بين، تمام. فدي بيسموها انجينال ايكويفالنت، او بيسموها سايلنت انجينا. ازاي بقى انفستيجيت عيان الانجينا؟ والله انا بشوف الريسك فاكتور، ثم بشوف بعد كده حاجات زي الاي سي جي، الكاردياك انزيم والحاجات دي، وبعد كده بستبعد الايه ايه حاجات تانية، تمام. فانا عندي الحاجات الاولانيه ان انا بعمل العيان على طول كده اي سي جي، ريستنج اي سي جي، تمام، ان بتوين الاتاك. لو هو العيان جاي نورمال مش بيشتكي من اي حاجه، او لو هو اثناء الاتاك فانا ايه هعمل له برضو اي سي جي، تمام. فان بتوين الاتاك عاده الاي سي جي هيكون نورمال، لان هو اصلا ما فيش دلوقتي اي حاجه، ولكن اثناء الاتاك هلاقي ان في ديبريجن الاس تي سيجمنت زي ما احنا عارفين. طب لو العيان اصلا جاي لي ان بتوين اتاك وعايز يشوف هل هو ممكن معرض ان يحصل له انجينا ولا لا، فده انا بعمل له حاجه اسمها ستريس اي سي جي، زي ما احنا عارفين، اللي هو بخلي العين يجري على التريدميل، تمام، المشايه دي، او ان انا بديله اللي هو الدوبيوتامين، او هنا الدكتوره حاطه الباي سايكل ارجو مترين، تمام. المهم ان الاثنين دول بيحفزوا يعني زياده الكونتراكتيليتي اللي بتحتاج لزياده في البلاد سبلاي، فدوان بيظهر اعراض الانجين. الكرايتيريا بتاع الاكسرسايز تيست ده ان هو يكون بوزيتيف، يعني امتى بقى هقول ان العيان ده هاي ريسك؟ قال لك والله لما تلاقي هو الكتاب، احنا قلنا ايه موجود في الكتاب عندنا، يكون في سيمتوم وفي ساين وفي حاجه في الايه في البلاد بريشر. السيمتوم العيان يبدا يشتكي من تيبيكال تشيست بين، الساين ان العيان اجي ابص على الاي سي جي هلاقي زياده في الايه، قصدي هلاقي ان الاس تي بدات ان هي تدبرس، تمام. طب البلاد بريشر هلاقي ان هو بدا ان هو يضرب 10 ملم زئبق، تمام. فدول الحاجات اللي كانت بتثبت لي. فهنا يعني من التيبيكال بقى تشيست بين ان هو العيان يكون مش قادر ان هو اكسرسايز لي 6 مينت، مش قادر يكمل اصلا 6 دقايق، بيبدا ان هو بقى يشتكي من وجع فما بيقدرش ان هو يكمل 6 دقايق. الاس تي ديبريشن بقى هو هنا الدكتوره حاطه ثلاث حاجات، ان انا عندي الاقي الاس دي ديبريشن بدا ان هو يظهر، وان هو اكتر من واحد من عشرة، تمام، ولكن ما وصلش لاثنين، وده قبل ما هو ينهي الستيج 2 اللي هو قبل ما يوصل لست دقايق، او ان هو يكون اكتر من 2 من 10، تمام، وده في اي ستيج، او ان انا الاقي الاس تي ديبريشن دي يعني استمرت لاكتر من 5 دقايق، تمام، حتى بعد ما العيان وقف الاكسرسايز، تمام. يبقى دي اللي لها علاقه بالاس تي ديبريشن. طب بالنسبه للسيستوليك بلاد بريشر، زي ما قلنا ان هو يضرب اكتر من 10 ملم زئبق اثناء الاكسرسايز، يبقى دول الحاجات اللي بتقول لي ان العيان ده هاي ريسك ان هو يخش في انجين. في حاجه كمان، حاجه اسمها ديفلوبمنت اوف الفنتريكولار تاكي اريزميا اند ديورينج مين الاكسرسايز. اصلا من الحاجات اللي لو العيان جاي لي مثلا استقبال وانا عملت له اي سي جي وجه وظهر في الاي سي جي فنتريكولار تاكي اريزميا دي او تمام، ساعتها بشك ان العيان ده ريسك ان هو انجين، تمام. فدي يعني ايه من الكرايتيريا اللي بتثبت لي ان العيان ده هاي ريسك. في بقى حاجات بنعملها تانية زي الايكو، زي الكاردياك، اسمها ايه، ايزوتوب اللي هو راديو ايزوتوب اللي هو بالاشعاع النووي دون، ان انا بدي العيان السليم، تمام، والسليم دون بقى هيمشي في الدم لحد ما يوصل للكورونري وهيظهر لي مين الكورونري، بيعمل كاردياك برفيوجن ايماجين. وده انا بعملها في حاله اللي هو الاتيبيكال تشيست بين، تمام. العيان جاي لي بقى اتيبيكال تشيست بين، ولكن عملت له اكسرسايز اي سي جي فطلع نيجاتيف، فانا برضو لسه شاكه، فبعمل له بقى اللي هو الايه البرفيوجن دون.
تمام. وبيقول لك ان هو كانت بي انتربريتد بيكوز اوف ديزيز ليفت فنتريكولار، يعني العيان اللي هو برضو انا مش هقدر ان انا اعمله اصلا اكسرسايز اي سي جي نتيجه ان العيان ده وانا عنده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، العيان ده لو انا مشيته شويه العيان ده هيطب ساكت، فاللي هو هعمل له طب اعمل له ايه؟ اعمل له بقى اللي هو الراديو ايزوتوب ده، تمام. يبقى انا الراديو ايزوتوب ده بعمله في ثلاث حالات، لما الاي سي لما الاكسرسايز اي سي جي يطلع نيجاتيف بس انا لسه شاك لان العيان عنده اتيبيكال تشيست باي او ان هو ايكويفالنت قصدي ايكوي فوكال انجينا دون اللي هو راجل كبير عنده دايابيتس، فالعيان ده برده مش عارف ان انا اعمله اكسرسايز اصلا اي سي جي. ثالث حاجه اللي هو ليفت فنتريكولار ايه هايبر تروفي، وهما كتير اصلا في الكتاب. ممكن اعمله برضو اللي هو سي تي والام ار اي، ممكن اعمله كورونري انجيوغرافي، تمام. والكورونري انجيوغرافي دون بيقول لك ان هو يعني الدايجنوزس هعتمده امتى؟ لما الاقي فيه سيجنيفيكانت ناروينج لليومن اكتر من 50%، ان الفيزل اما اخش كده بالكورونري انجيوغرافي الاقي ده اكتر من 50% او ان في حاجه سده الفيزل، تمام. الانفستيجيشن زي ما قلنا بقى هبقى نشوف الريسك فاكتور، زي ان انا اشوف له هل في دايابيتس، اشوف البلاد شوجر، هل في هايبر يوريسيميا، اشوف اليوريك اسيد، هل في هايبر ليبيديميا، اشوف الكوليسترول ال دي ال والاتش دي ال والتي جي اي والحاجات دي، اشوف برضو السي بي سي والثايرويد فانكشن لو في عنده ثايروتوكسيكوزس، كرياتينين، المايكرو البيومينوريا وحاجات كتير لها علاقه بالانجينا. اشوف التريتمنت بتاع الانجينا، والله انا اثناء الاتاك احنا زي ما احنا عارفين ببدل عيان سب لينجوال اللي هو الدنيترا دون وب خليه يقرقش اربع اسبوسيت كده اللي هو الرص الاسبرين دي، تمام. وبحط بعمل له بقى اللي هو الاي سي جي عشان نشوف ونلود العيان والحاجات دي. المهم يعني ان اثناء الاتاك انا كل الاكتيفيتي بوقفها، تمام، وبديله سب لينجوال ايه نيتروجليسرين. لو انا في البيت اخلي العيان ده يستريح ما يعملش اي حاجه وادي له واحط له تحت لسانه ايه دينتر. طب ان بتوين الاتاك همشي بقى على العلاج بتاع الانجينا اللي هو ايه اللي هو الانتي بليتليت والبيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر والايه والنايتريت، تمام، اللي هو ميديكال انترفنشن. لو اللي ما نفعش معايا بخش في اللي هو الايه الجرافت والباتسا دي والحاجات دي. الميديكال انترفنشن احنا عندنا بنعالج الريسك فاكتور، والله لو العيان مثلا بياكل دهون كتير يبطلها، بيدخن يبطل، عنده دايابيتس، عنده سكر ضغط اظبطه، اللي هي الحاجات دي كلها، ان هو يعمل جرادوال اكسرسايز والحاجات دي. ادراك بقى انا بديله بيتا بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر، واللونج اكتنج مين نايتريت، وبديله الانتي بليتل. هو هنا الدكتوره مزوده بقى اللي هو الاس والبوتاسيوم شانل اوبننج. الاس ده هو كان موجود في المايوكارديال انفاركشن لان هو كان بيقلل البري لود على القلب، لان زي ما احنا عارفين ان الاس بيعمل فازودايليتيشن وكده، تمام. فهو بيقلل البري لود على الهارت، فكده هيقلل اللي هو الشغل بتاع الهارت، فهيقلل لي ان هو تحتاج لبلاد سبلاي اكتر وكده يعني. فعشان كده كانوا بيدوا في المايوكارديال انفاركشن، فعادي ان احنا نديه برضو في الانجينا، تمام. البوتاسيوم شانل اوبننج زي اللي هو النيكرو نودايول دوت، صراحه بقى مش عارفه هو بيعمل ايه ده، مش هفت يعني. وزي ما قلنا بقى ان هو يعمل جرادوال اكسرسايز والحاجات دي. الانترفنشن بس هو البوتاسيوم شانل اوبننج دوت هو زي الديجيتالز تقريبا، بس ما علينا. الانترفنشن ان انا بقى اعمل اللي هو البيركتونيوس كورونري انترفنشن دون والجافت قصدي واللي هو القباش دون. القباش دون زي ما احنا عارفين هو عباره عن انستموزس اوف وان اور بوث اوف الانترنال ميموري ارتري او جايبه الراديال ارتري. المهم يعني ان انا بروح واخداه وبعمل انستموزس بين الكورونري ارتري والايه والاورطه، او ان انا اجيب فين. ولكن زي ما احنا عارفين ان الفينات ما بتنفعش، ليه؟ لان الفين ضغط الضغط اللي هو بيتحمله مش زي الضغط اللي بيتحمله الارتري، فعشان كده مع الوقت الفين هيقفل. ولكن هما برضو ساعات بيستخدموا عشان يعني ما بيلاقوش حاجه غيره، يعني مثلا لو في كذا اوبستراكشن مثلا 4-5 اوبستراكشن، فكده انا خدت من الريديال وخدت من الانترنال ميموري وخدت مثلا من الفيمورال، فما بقاش حاجه اخد منها، اخد بقى من الصف نص فين. في حاجه اسمها اللي هي برينزيميتال انجينا زي ما احنا عارفين، دي عباره عن كورونري ارتري اسباسم، تمام. فعشان كده لو فاكرين كان علاجها ايه، ان انا ما ينفعش ادي بيتا بلوكر، ادي كل حاجه في الدنيا ولكن ابعد عن البيتا بلوكر، انت هتموت العين بايدك، تمام. وهنا بقى الكورونري سبازم ده ممكن يحصل في هيلثي كورونري 25% من الحالات، او في الاثيروسكلروزس 75% من الحالات، يعني ممكن يكون شخص هي نورمال ولكن يحصل له كورونري سبازم كده، تمام. قدره بقى ودون 25% من الحالات، او الناس عندهم اثيروسكلروزس 75% من الحالات.
بيقول لك اهو انت كير في البرنز ميتال دي، ان انت ان البين بيكون سيفير وان العيان ممكن يكون نايم ويصحى. والاس تي هنا بيكون اليفيشن مش ديبريجن، وما ينفعش تدي بيتا بلوكر. المايوكارديال انفاركشن عندنا اللي هو نون استيماي والاستيماي. النون استيماي هو هنا مسميها الانجينا بيكتوس او الايكويفالنت اسكيميك ايه ديسكمفورت، ان هو العيان هيجي بدزنيا وبجاستريك ديسكمفورت وفاتيج وفينتنس تمام، وبيكون عنده بقى ايه عنده انجينا اتريست، او انا بيعتبرها اللي هو انستيبل. ما هي النون استيماي تعتبر انستيبل فعلا. المهم يعني ان هو بيكون عنده انجينا اتريست اللي ممكن تستمر اكتر من 10 دقائق، وان هو بيكون ريسنت في الانست سيفير انجينا وزن البيريور 6 ويك، وان هو بيكون ان هي بتزيد بقى في السيفيريتي والديوريشن والفريكوانسي مع الوقت تمام. البين يعني وبتخلي العيان ان هو مش قادر ان هو يعمل اي مجهود، ديكريز الافورت ات ويتش الانجينا بتديفلوب. كمان ان العيان ده بيكون يعني الحاله بتسوء مع الوقت، الحاله ما بتتحسنش خالص، عماله انت تدي نيتريت، عماله تهدي في العيان، بص وقف كل حاجه في حياته وخد كل العلاجات، ولكن هو العيان ما بيستريحش، العيان ما فيش اي فايده من العلاج تمام. فده هو النون استيماي. الاي سي جي ما باجي اعمله له بلاقي ان هو عنده اس تي ديبريجن، على عكس كل المايوكارديال انفاركشن اللي هي المفروض تكون ايه اس تي اليفيشن ويكون فيه هايبر اكيوت تي ويف، هنا بتكون انفرتد تي ويف. فبيقول لك ان 30-50% من الحالات بيكون عندهم ترانزيانت اس تي اليفيشن في الاول، ولكن بعد كده بتتحول ل اس تي ديبريجن، وده بقى بيعتمد على السيفيريتي بتاعه الايه الحاله. بعمله برضو اللي هو الكاردياك انزيم، ودي احلى حاجه اشخص بيها نون استيماي. يعني انا لقيت ان هو العيان عنده اس تي ديبريجن، بس حتى اعمل بقى الكاردياك انزيم، هو كده كده انا هسحبها عشان اشوف هل هو انجينا ولا مايوكارديال انفاركشن تمام. فلو طلعت نورمال يبقى دي انجينا، لو طلعت عاليه يبقى دي ايه العيان في سكه الايه الانفاركشن. اشوف بقى بعد كام ساعه، يعني مثلا اللي هو السي بي كي ده بيبدا ان هو يظهر بعد ايه بعد 4 ساعات، والله لسه معليش، معنى كده ان انا لسه قبل الاربع ساعات عالي، يبقى انا كده عديت الاربع ساعات. ابص بقى على ال دي اتش، ال دي اتش المفروض ان هو بيظهر بعد ايه بعد 12 ساعه. طب لو لقيت لسه ما ظهرش يبقى قبل انا كده قبل 12 ساعه، يبقى اقدر ان انا ادي العلاج اللي هو كده تمام. فالمايوكارديال قصدي فالكاردياك انزيم دي بتساعدني في الدايجنوز وبتساعدني في التريتمنت، هل هلحق ولا مش هلحق ولا ايه الدنيا تمام. فبيقول لك في النون استيماي الليفل اوف السي كي ام بي اللي هو اللي بيطلع من الهارت يعني، والتروبونين دول ماتش مور سبيسيفيك، التروبونين ماتش مور سبيسيفيك وسنسيتيف ماركر للمايوكارديال يعني نيكروزس. المهم دول بيديفرنشيات بين النون استيماي والانستابل انجينا. فالعيان اللي هو عنده انستابل انجينا ده هنلاقي ان هو عنده بيقول لك هو هاف انكريز باي ماركر ار ات انكريز ريسك فور ديس او ريكورنت مايوكارديال انفاركشن. يعني لو عيان انستابل انجينا تمام، انا مش فاهمه يعني هي بتقول ان تم هو نون استيماي هو انستابل انجينا، وبعد كده هتقول لي المهم ما علينا ما علينا، سيبنا من الحته دي. بس ناخد بالنا ان يعني ان التروبونين ده برضو بيساعدني في الدايجنوزس والتريتمنت، وبيساعدني ان انا اشوف الحاله دي بتتحسن ولا ما بتتحسنش. يعني كل ما هو يزيد في يعلى في الليفل بتاعه، فده بيقربني من المورتاليتي اكتر. علاج النون استيماي هو نفس علاج الانجينا تمام، بدرست وهنا بس ان انا هدي بقى اللي هو انتي اي ثرومبوتيك وانتي كواجولانت والحاجات دي. فاحنا عارفين بقى ان الانتي ثرومبوتيك دي بدي معاها اللي هو الانتي بليتلت والانتي ايه والانتي كواجولانت تمام. فبيقول لك ان بتدي معاها الاسبرين اللي هو الانتي بليتلت الجرعه الانيشال دوز 325 ديلي ويز لور دوزز، وبعد كده ببدا ان انا اقلل الجرعه لحد ما توصل ل 75 تمام. ممكن ادي برضو اللي هو الكلوبيدو جريل، ولكن ده غالي قوي يعني. المهم يعني ان الكومبينيشن ده انا بديه عاده لمعظم العيانين اللي بيجولي بانستابل انجينا او نون استيماي. بدي برضو اللي هو النيتروجليسرين تمام 5 × 10 ملي جرام ده برمنت. وبيقول لك ان هو انديكيتد لو البين استمر اكتر بعد 3 دوزس، يعني قصدي بديه لو البين بيرسيستنت تمام. هو صراحه الكلام يعني تحس ان هو مش مرصوص صح.
بيقول لك ان الليفل بتاع النيتروجليسترين هو احنا عارفين ان انا بديه لو ما بتحسنش ببدأ ان انا افضل ازود الجرعة لحد ما اوصل لعشرة يعني، وان انا بديه 3 3 يعني 3 3 يعني انا بدي جرعة بعد كده بعد 3 منت بشوف الاعراض اتحسنت ولا لا، فبروح مديه الجرعة تاني لو ما اتحسنتش يعني برضو ادي الجرعة اللي هو 3 3. وازاي بعرف ان هو بيعمل تأثير ولا لا؟ باللي هو ايه، بالسيستوليك بلاد بريجر، او ان البين يبدا ان هو ايه يختفي، سيستوليك بلاد بريجر ان هو يبدا ان هو يضرب لي اقل من 100 ملم زئبق، والسيمتوم ان هي تختفي. الاستماي ده ودون ودون ان انا بضرب العضله كامله، هو النون استماي دون اللي هو الاندو السب اندوكارديال مايوكارديال انفاركشن، ان انا ضارب جزء من من الوول بتاعه القلب. اما الاستماي لا، ده ضارب كل اللاير بتاعه الهارت. تمام، فدون كروزس اوف بارت اوف الكاردياك ماسل از ا ريزلت اوف سادن كومبليت بيرسيستنت كيزيشن اوف ايه البلاد سبلاي. كلينيكال بيكتشر هو بيجي بتشيست بين، ولكن بقى بيختلف عن الانجينا ان هو مور سيفير ومور بلونجد اكتر من يعني بيكون ساعه كده مثلا، ومش بيريليف بالنيتريت ولا ان هو يستريح يريليف. تمام، وما بيختفيش خالص، بيكون معاها بقى الكومبليكيشن زي الكارديوجينيك شوك نيوروجينيك شوك فيلور بالمونر اديما كل الكومبليكيشن اللي موجوده في الكتاب عندنا. دي الاي سي جي. التريتمنت بتاعه هو بيختلف، هو بيقول هنا ان هو بيختلف عن النون استماي، ان هنا بيحجزوا العيان في الـ في الـ في الكورنري كير يونت، وبيدوا له بقى اللي هو الفايبرونولايسيس دي ان دي عباره عن ريبرفيوجن ثيرابي خلال يعني 3 ساعات من ساعه 3 ساعات، بيدوا له برده اللي هو البي سي اي. وكمان ان هم تطمن العين يعني ان هو بيبدا ان هو يتحسن، بيعملوا له بقى اللي هو الانجيوغرافي عشان يشوفوا هل هم يقدروا يعالجوه بال اللي هو الكاباج والحاجات دي ولا لا. تمام، التريتمنت في عندنا اللي هو البري هوسبيتال والهوسبيتال والبوست. في البري هوسبيتال ان انا بنقل العيان بسرعه، وانا بنقله بعمله مونيتورنج. تمام، سواء بقى كاردياك مساج، بفتح له الاير واي والحاجات دي، اوكسجينيشن، بدل عيان حاجه البين اللي هو المورفين، ادي له حاجه اللي هي للاريزميا اتروبين اللي هو نعالج الحاجات دي. بعد كده توت ما وصل المستشفى بنبدا ان احنا نحطه في اللي هو الانتنسيف كير يونت، وندي له بقى اللي هو ثرومبوليتيك ايجنت اللي هو الفايبرونولايسيس دي والبي سو اي والحاجات دي، وهلو هو يعالج الانجينا بس هنزود اللي هو ثرومبوليتيك. تمام، وبعد كده اللي هو بقى نمشيه على لايف ستايل معين، ونعمل له كورونر انجيوجرافي لو هو محتاج مثلا عمليه ولا حاجه. بس كده المحاضره خلصت الحمد لله.